الرسم، وأنا بحب اللعبة اللي بحب ألعبها هي الشطرنج. رحت بالعيد، يعني رحت أعيد على ستي، على خالتي، على خالي. الهدف هو تقريبا مش بس للأطفال، نعملها كمان للناس الأكبر من الأطفال شوي، زي الختايرة كمان. إنه أهم إشي رسم البسمة. خلينا نطلع من جو النكد وجو اللي إحنا عايشينه في فلسطين خصوصا، إنه البسمة بتفتح لنا آفاق جديدة في الحياة. هذا هو شعارنا، إنه ابتسم لا تحصل على اللي بدك إياه. فإذا عصبت أو تضايقت أو تنكدت حتى مش راح توصل للي بدك إياه. هذا هو. يعني يوم العيد فرحة، يوم فرحة، وأكيد الناس راح تكون مبسوطة إنها هتيجي تلعب وتسوي. إحنا دائما نختار كمان الناس اللي ما بتضحك، نروح نمزح معها، نضحك معها، ونعطيهم كمان درس إنه اضحك. إحنا نلعب، كنا نلعب في العيد، عيدنا على الناس. الحمد لله رب العالمين. إحنا وضعنا في فلسطين كتير صعب، بس لترفيه للأطفال مش أكتر. الحمد لله أخذناهم اليوم على مخماس لاند يفرحوا وينبسطوا، وإحنا رغم الصعوبات الحمد لله رب العالمين، شعب جبار. هون عربي أكتر زي ما نقول، يعني هون أجواء العيد كله عربي بعرب. إحنا هناك بالداخل بضل، يعني في مثلا يهود بضل بلدات يهودية، هون في فرق إنه كله عايش جو العيد مع بعضه. أنا في الروضة، أي أصحابي ساعة، أي كتابي ساعة لعبة وساعة كتابي، أعرف أصور وأرسم صورة عليها شجرة عصفورة العصرية، أروح بيتي ماما تقول لي تعالي يا حبيبتي شلي حفظتي في التعليم، أفضل أغني وعدي وأقول ماما تسمعني بابا فرحان. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.